افوكاتو. النهارده هعمل معاكم القلقاس الحلو الجميل دوت، وهنعمل جنبيه شويه رز كده حبه حبه زي ما حضراتكم شايفين كده. يلا بينا كده نشوف المقادير بتاعتنا عامله ازاي، كونوا معايا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وعافيه. طبعا بقالي كتير ما صورتش وما نزلتش حاجه، ان شاء الله قلت النهارده هنزل لكم طبعا صنف قلقاس جديد ان شاء الله، غير قلقاس ابو خضره اللي انا عملته معاكم قبل كده. ده قلقاس بالطماطم، حلو قوي 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 ولذيذ وهيعجبكم جدا لو جربتوه، هيعجبكم قوي. ومعايا هنا بقى طبعا معايا قلقاس اهوت زي ما انتم شايفين كده، جبته وقشرته زي ما انتم شايفين اهوت. وزي ما قلت لكم قبل كده انا مش بغسل القلقاس، بس بعمله ايه على فوطه نظيفه، بقشره على فوطه نظيفه. ومعايا طبعا لحمه هنا اهيت، ومعايا هنا عصير طماطم زي ما انتم شايفين، ومعايا هنا بصله متوسطه، ومعايا هنا صلصه معجون صلصه طماطم اهو عشان الطماطم مش حمراء قوي طبعا، ومعايا هنا كزبره وملح وفلفل، بس طبعا الملح مش هحطه مع اللحمه لما تستوي زي ما انتم عارفين. ومعايا هنا توم اهو للطشه بتاعتي، راس توم كده عشان احط في حته نيه واعمل له طشه في الاخر. ومعايا الخضره بتاع القلقاس اهيت لسه هقطعها، هنروح دلوقتي علشان نعمل القلقاس بتاعنا ونشوف هنعمله مع بعض ازاي عشان تاكلوا احلى قلقاس ان شاء الله. يلا بينا. طبعا القلقاس دوت بتاع الشتاء، وطبعا ده بتاع الدفا كله يعني، ان شاء الله باذن الله الصنف ده هيعجبكم جدا. يلا بينا. طبعا معايا هنا السمنه اهيت في الطاسه زي ما حضراتكم شايفين كده عشان اعمل صدمه للحمه بتاعتي. طبعا انتوا عارفين اهم حاجه صدمه اللحمه اهيت. بسم الله ان شاء الله الصنف ده يعجبكم جدا جدا. طبعا معايا حاجتين كده دهن كده عشان القلقاس برضه بيحب الدسم. طبعا الحاجات دي كلها طبيعيه مفيش منها خوف خالص نهائي اهو، زي ما قلت لكم اشتغل طبيعي طبيعي كده علشان صحتكم وصحة اولادكم اهو. مش هقلبها الا لما تاخد صدمة، وكأنك بتحمري لحمة بالظبط، كأني انا سلقتها وبحمرها عشان الصدمة دي بتخليها حلوة قوي، بتبقى جوسي وطرية من جوه وماسكة نفسها من بره طبعا. ان شاء الله باذن الله طريقه القلقاس دي هتعجبكم جدا، اتمنى تجربوها. شايفين ما شاء الله بتحمر ازاي معايا. لازم تقلبوها كده على جميع النواحي. عشان تتصدم من كل ناحية. حتة الحلويات بتاعتنا دي برضه تسيح. هي مش هتسيح كلها طبعا يعني. لكنها تدي نكهة حلوة قوي قوي للقلقاس بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده اللحمة كأنها بتتحمر بالظبط. طبعا انا بس بديها صدمه كده في الطاسه بتاعتي في الوجه بتاعي دوت. اول ما تاخد الصدمه ان شاء الله هنقل كل حاجه في الحله عشان ايه القلقاس طبعا كميه مش هيجي على قد الوقت. هنزل بقى اللحمه بقى ايه بالبصل بتاعي كده زي حضراتكم شايفين كده. هبتدي بقى اقلب عشان البصل بتاعي يفضل مع اللحمه زي ما حضراتكم شايفين كده. واروح اجيب التوابل بتاعتي برضو وانزل بيها، الملح الفلفل والكزبره الناشفه. زي ما قلت لكم الملح في الاخر خالص بعد ما اللحمه تستوي ان شاء الله. معايا
طريقه لذيذه وسهله جدا جدا. دلوقتي انا هنزل اهو بالكزبره وبالفلفل الاسود بتاعي، وهسيب الملح في الاخر خالص، الملح في الاخر. زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا على نار عاليه، ما تنسوش النقط دي على نار ايه، على نار عاليه عشان اللحمه ما تبكش الميه بتاعتها او تنزل ميتها وتنشف، انتوا مش عايزين اللحمه تنشف. انا معاكم الالف الياء في كل طبخه وكل حاجه بعملها اهو. طبعا البصل بتاعي تقول هو تحت زي ما انتم شايفين كده، وبيحمر كمان مع ايه، مع اللحمه اهو. طبعا الريحه طالعه عليا جميله جدا مع التوابل طبعا برضه اللي حطيتها دي. اول حاجه هعملها هنزل بالصلصه بتاعتي زي ما انتم عارفين، طبعا نعمل لها مكان كده. حوالي 3 معالق كده عشان الطماطم بتاعتي مش حمرا قوي اهو، اقلبها كده عشان ايه تروح الاجزاء بتاعتها او المواد المحافظه تتبخر كده زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده اهو. سهل جدا جدا جدا. هنزل كمان بشويه كمان بقى. عفوا الشتا بقى جالنا بقى عشان البرد، وعشان ربنا يستر على الجميع يا رب، ربنا يكفينا شر الامراض ويحافظ على الجميع. كده خلاص ما شاء الله اللحمه بتاعتي اتحمرت وكل حاجه بقت تمام. هنزل بالطماطم بتاعتي اهوت، هنقلها طبعا في حله اوسع شويه وارجع لكم تاني. بسم الله. طبعا انا هنا نقلتها في حل اوسع شويه زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت. طبعا هسيبها بقى تتسبك شويه مع بعضها اهوت، ونشوف هنكمل مع بعض القلقاس الحلو بتاعنا ده ازاي. يا جماعه القلقاس ده اسطوره اللي انا بعمله ده، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا، ان شاء الله تجربوه بإذن الله. لما تتسبك الطماطم نرجع مع بعض ونشوف هنعمل مع بعض، خليكم معايا. بسم الله. طبعا زي ما انت حضراتكم شايفين كده اهي اتسبكت معايا اهي وبقت تمام التمام زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب معلقه ثوم من اللي انا عاملاه علشان خاطر اعمله طشه كده، معلقه ثوم كده حلوه كده، معلقه صغيره، واقوم حطها كده مع القلقاس مع التسبيكه بتاعتي بالشكل ده كده، واخلي الباقي علشان خاطر الطشه بتاع القلقاس على جنب كده، وهقلب. الريحه مش قادره اقول لكم طالعه عليا عامله ازاي، ريحه جميله جدا طبعا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. ومعايا طبعا هنا اللي ما عندوش شوربه مش مشكله، لكن انا عندي طبعا عندي ماسوره شغلتها في الشوربه عملت شوربه، فانا طبعا هحط هنا عشان نسوي اللحمه ونكمل سوى القلقاس بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت. طبعا عشان بتغلي، لو ما كانتش شوربه طبعا ميه، ميه بتغلي عادي خالص وتحطوها على اللحمه عشان ايه تكمل سوا، ونرجع مع بعض تاني ونكمل القلقاس ان شاء الله باذن الله. ابقوا معا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا دلوقتي لما سبت حطيت الشوربه دلوقتي على اللحمه او الميه المغليه سبتها عشان تستوي، وجيت هنا عشان اقول لكم ان الخضره بتاعتي دي هخرطها ازاي. هخرطها قطع رفيعه علشان ايه، انا مش هضربها في الخلاط، انا هحمرها واحطها على القلقاس مباشره. الحلوين اللي لسه بيتعلموا، اللي لسه عايزين يعرفوا انا هعمل ازاي الخضره دي، همسكها كده بالراحه خالص، وهاخد طراطيفها دي كده. طبعا ده شبت وكزبره بدون سلق، لو عندك سلق ماشي، ما عندكيش مفيش مانع خالص، هينفع برضه. وهقطصها على طول كده بالشكل ده
وهنعمل ايه، نخرط كده حتت رفيعه كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. عايزه بس اعرفكم ان هي هتتقطع ايه، حتت رفيعه كده بالشكل ده. تمام كده، انا هكملها مع نفسي. يبقى كده فاضل معانا القلقاس والتومه بتاعته اللي احنا هنعملها طشه، ولسه ايه هنحط الملح بتاعنا علشان نظبط حدقنا ان شاء الله مع بعض باذن الله. خليكم معايا لما اللحمه طبعا تستوي ونرجع مع بعض وهنعمل كل دوت باذن الله عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا عايزه اقول لكم ان دول كيلو ونص قلقاس اهوت، هما كانوا 2 كيلو طبعا، بس القشر اللي نزل يجي 2 كيلو، يجي ربع كيلو مثلا، يمكن دول 2 كيلو الا ربع قلقاس. عملت لهم 2 ربطه شبت و2 ربطه كزبره كده بالشكل دوت، لان انتوا عارفين طبعا الخضره اول ما تتحط على النار هتهبط ومش هتبقى فيها يعني كتير، فطبعا دول ربطتين كزبره وربطتين شبت. ان شاء الله باذن الله هنشوف هنحمرها ازاي مع بعض وهنعمل ايه في القلقاس بتاعنا. خليكم معايا. بسم الله، دلوقتي اللحمه بتاعتي استوت اهيت، هسقط بقى القلقاس بتاعي اهوت زي ما انتم شايفين كده. بسم الله، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. عايزه اقول لكم على حاجه، القلقاس لو حد عايز ياكله كده بالطماطم من غير خضره ممكن يتاكل كده زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، لو مش عايزين خضره كلوه كده، انما طبعا بالخضره جربوه كده وجربوه كده هيعجبكم في كلتا الحالتين هيعجبكم، بس طبعا الخضره بتطعم القلقاس. طبعا هنقله على الناحيه الثانيه علشان يكمل السوا بتاعه. وهعمل معاكم ايه دلوقتي، العين بتاعتي اتطفت، هعمل معاكم ان شاء الله باذن الله الخضره بتاعتي ونعمل الطشه ونعمل كل حاجه ونظبط الملح بتاعنا. طبعا هحط الملح اهو، احط الملح بتاعي، وطبعا ايه لازم تظبطوا الملح. القلقاس زي البطاطس بالظبط بيشفط الملح يا جماعه، خلي بالكم. ما شاء الله جميل جدا، ان شاء الله باذن الله اهوت. هحط كمان شويه ملح كده ان شاء الله باذن الله. لاول مره يشوفني طبعا ما ينسانيش في الاشتراك في القناه، واللي دايما معايا ومشرفيني ومنوريني دايما دايما منوريني بشكرهم جدا طبعا على راسي من فوق، ربنا يحرمني منهم ولا من وجودهم، اللي دايما بيدعموني. ان شاء الله باذن الله هنقل الحلة على العين التانية ونعمل مع بعض الخضرة ان شاء الله. خليكم معايا لبل بس ما ايه ما انقل الحلة بتاعتي. طبعا ايه الخضرة بتاعتي رفعتها على النار واحط لها معلقتين سمنة كده وهنبتدي نقلب فيها عشان ما تتحرقش مننا. هنجيب بس الزيتون بتاعي دوت علشان ايه الطاسة تيفال، خلي بالكوا برضو من التيفال بتاعكوا خسارة. شايفين اهي دبلت اهي في ساعتها فورا زي ما انتم شايفين كده، خضرة بتتحط على النار تفضل كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا خلي بالكوا القلقاس هياخد غلوة وتجربوا تشوفوا استوى ولا لأ، عشان طبعا لو ما كانش استوى تسيبوه شوية استوى تطفو عليه قبل ما يستوي قوي، عشان السخونية بتاع الشوربة بتاعته أو التسبيكة بتاعته هتكمل السوا بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله الخضرة بتاعتي الجميلة دي هتتحمر ونضيفها على القلقاس بتاعنا من غير ما نضربها في شوربة ولا حاجة، زي السلق بالظبط اللي أنا كنت عاملاه معاكم، القلقاس بالسلق والخضرة برضه اهو. انا هكملها مع نفسي شويه وارجع لكم تاني ان شاء الله عشان اوريكم ايه شكلها يبقى عامل ازاي ان شاء الله في الاخر. خليكم معايا شايفين كده الخضرة اهي دبلت اولا وبعدين احمرت معايا اهي زي ما انتم شايفين كده، هضيفها على العدس بتاعي على عفوا على القلقاس بتاعي، وبعدين نحمر مع بعض التومه ونشوف مش عارفه ليه راكبه معايا عدس النهارده، بس الدنيا ساقعه النهارده كانت محتاجه عدس فعلا، بس القلقاس بيدفي برضه. هحط الخضرة دي حالا دلوقتي على ايه على القلقاس بتاعنا ونرجع مع بعض تاني عشان نحمر التومة ونعمل الطشة بتاعتنا الحلوة دي زي ما انتم شايفين كده. دي الطشة اهي بتاعت القلقاس، خلي بالكوا عشان ما تتحرقش، طبعا هي احمرت بسرعة معايا كده لان الطاسة كانت سخنة قوي اهي. هجيب لها طبعا شوية كزبرة ناشفة عشان ايه نحطها على الطشة بتاعتنا، هنهدي البوتاجاز خالص كده عشان ما تتحرقش، ونديها شويه كزبره كده عشان نحمصهم معاها
احلى والقس ده ولا ايه. الله مش عايزه اقول لكم الريحه جايه منه عامله ازاي على عين الثانيه اهيت، رهيب جدا اهيت. انا هجيب هنا القلقاس بقى قدامكم كده عشان ايه تشوفوني وانا بقولتش كده بطشتش الله. خليكم معايا، هو زي ما حضراتكم شايفين كده هنحط الطشه بتاعتنا، الثومه بتاعتنا، الكزبره بتاعتنا الناشفه اهي. الريحه ولا اجمل ولا اروع، الشكل حضراتكم شايفينه كده اهو، الخضره اهي، القلقاس بالخضره بس بالطماطم، روعه جدا. الطريقه دي هتعجبكم قوي. اول ما القلقاس ياخد غلوه ان شاء الله نفرغه مع بعض كده ونشوف القلقاس بتاعنا الحلو ده زي ما انتم شايفين كده، المنظر الرهيب الجميل ده. وهنعمل مع بعض النهارده شويه رز باذن الله اهوت، هنعمل مع بعض باذن الله شويه رز بالحبه وحبه كده عشان حبايبنا اللي بيعرفوش يعملوه نعرفهم بتعمل ازاي. طبعا تظبطي الملح بتاعك ما تنسيش، مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ندوقه كده. روعه جميل، عارفه يعني مش عشان انا اللي عاملاه، مش قادره اوصف لكم بالظبط طعمه عامل ازاي، نفسي تدوقوه. طبعا انا هعمل دلوقتي معاكم الرز حبه وحبه بس هنقل القلقاس على الناحيه الثانيه عشان نكمل سوا مع نفسه كده ان شاء الله، ونشوفه بعد ما يخلص خالص باذن الله ان شاء الله. خليكم معايا دقيقه واحده كده ونعمل مع بعض الرز بتاعنا الحلو ده. طبعا كميه الرز اللي انت عايزاها، كوبايه رز كوبايتين، الكميه على قد عيلتك. طبعا انا هنا عامله على قدنا طبعا كوبايه رز، بحط شويه رز ناشفين كده. طبعا انا بله كوبايه رز هناك في الصح، وايه وتبتدي تحوري فيها. طبعا معاكي ميه مغليه متحضره اهوت، وتوطي وتهدي النار خالص كده عشان ما يبقاش رز حمرا يعني حمرا ورزة محروقة ورزة ايه بيضة. خلي بالك من النقط دي اهو، ايديكي فيه ما ينفعش تسيبيه خالص اهو بالشكل ده كده. هحط الرز بتاعي بقى في المصفى بتاعتي نصفي الرز بتاعنا عشان يبقى جاهز. زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعا تخليكي سريعه، لو مش هتبقي سريعه كده تروحي تصفي الرز وترجعي اطفي النار وبعدين ارجعي ايدي النار تاني وكملي. طبعا في ناس كتير جدا بتعشق رز حبه وحبه ده، بيبقى طعمه جميل وبيبقى مفلفل برضه وحلو قوي. تفضلي شايفين كل الحبات زي بعضها ولون واحد اهي، لو سبتيه هتبقى واحده محروقه وواحده حمراء وواحده بيضاء، مش هيبقى كله زي بعض. واهم حاجه تهدي النار كده، اهم حاجه انك ايه تهدي النار علشان يبقى كله لون واحد، لازم يبقى كله لون واحد كده. ريحه القلقاس قلبه الشقه بصراحه وقلبه الدنيا، ان شاء الله تجربوه باذن الله يعجبكم قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله الرز، البنات الحلوين اللي لسه بيتعلموا اهو كل حاجه من الالف للياء اهو. اهم حاجه تاخدي بالك من الرز، وبعدين اهم حاجه تهدي عليه سواء الرز او الشعريه، هدي عليها وانت بتحمريها علشان ما يحصلهاش حاجه. لو هيتعمل بقى رز ابيض برضو بيبقى سهل جدا، الرز الابيض بيتحور في السمنه لحد ما يلمع وبعدين تحطي عليه ميه مغليه والملح مش اكتر من كده. داخل على احمرار اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين كله لون واحد اهو، كله لون واحد. سهل جدا جدا اهو.
طبعا حطيت معلقتين سمنه، وكل واحد يحط طبعا على قد الرز اللي هو عامله. سمنه بلدي طبعا، رز يعني سمنه بلدي معروف يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بحط رز ناشف، بحط رز طري علشان الرز الطري بيرجع ينشف تاني وبيقعد اكتر من كده على النار، لكن الرز الناشف لما تيجي تحمريه بيبقى اسرع من انك تحطيه مبلول ومغسول. فطبعا ده سر من اسراري يعني برضو. شايفين ما شاء الله اللون، يا رب يكون واضح كده قدامكم في الكاميرا. كله بقى لون واحد اهو. هجيب الرز بتاعي بقى وانزل بيه بالشكل ده كده، هنا يكمل واقلبه لحد ما يلمع معايا، واحط الملح بتاعي طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، حط الملح وتقلبي الرز الرائع بتاعنا ده. طبعا معايا هنا لو عندك شوربه زودي شوربه، لو عندك ميه مغليه ميه مغليه مش مشكله، لو ما عندوش شوربه ممكن ميه مغليه. هنجيب بقى دلوقتي الشوربه بتاعتنا عشان نزود الرز بتاعنا الحلو ده. بسم الله. شايفين ما شاء الله سهل جدا جدا. طبعا المعلقه بتاعتي سخنت جدا، نجيب معلقه تانية مش مشكله اهي. احلى رز ده ولا ايه؟ اهو هيغلي بقى كام غلوه كده ونهدي عليه خالص عشان ايه يتردد مع بعضه. ولما يستوي اللون الاسود الرز ان شاء الله نرجع مع بعض عشان نقدمهم سوا. يلا بينا. ده شكل الرز بتاعي بعد ما استوى اهوت، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. زي ما انتم شايفين كده انا طفيت عليه طبعا قبل ما يستوي او عشان ما يتهريش. الواحده بوحدتها اهو، وزي ما انتم شايفين المنظر الجميل دوت، واللحمه استوت وكل حاجه جميله. وطبعا مفوح الشقه بتاعتي ريحتها تجنن، رغم ان في شفاط في الشقه، لكن الشقه بتاعتي الولاز قلب ريحتها من جماله ومن ريحته الجميله اهوت. ان شاء الله باذن الله تجربوه يعجبكم. ان شاء الله نفرغه مع بعض بس ما الرز يستوي ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا قدامكم في الحله اهوت، شكله طبعا غني عن التعريف وطعمه طبعا جميل جدا جدا. ان شاء الله باذن الله يعجبكم وجربوه وتقولوا لي اهوت. ان شاء الله باذن الله بعد ما الرز يستوي هنفرغه مع بعض ونشوفه باذن الله مع بعض. ده خلصت معاكم، ادي الرز اهو حبه وحبه، وهفرغ كمان الملقاس اهو معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والملقاس جميل جدا اهو ان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. طبعا لاول مره يشوفني ما تنسانيش طبعا في الاشتراك في القناة، متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ومن هنا المرة الجاية توحشوني واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. اهوت رز وقلقاس اهوت. القلقاس ده لازم تجربوه لانه خطير جدا يا جماعة، والف هنا وشفا على اللي هيدوق وعلى اللي هياكل ان شاء الله وعلى اللي هيجربه. ومع الف سلامة واشوفكم بخير ان شاء الله، دمتم بسلام ودمتم امنين دايما وسالمين. مع الف سلامة.